السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هنعمل مع بعض، حلو وسهل وسريع. البطاطا البشاميل طريقة سهلة وطعمها يجنن، جربوها هتعجبكم جدا. بس قبل ما اقول لكم عملناها ازاي، ما تنسوش تحط الفيديو لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. انا عندي هنا بطاطا قطعتها هنا مكعبات وغسلتها كويس، هنزل عليها وحطيت عليها مية، وهنزل عليها بأربع معالق سكر كده كبار، وهسلقه على النار. انا عندي هنا معلقتين زبده بالشكل ده كده، هنزل عليهم معلقتين او تلات معالق دقيق بالشكل ده، هنقلب تلات دقيق كده في قلب الزبده. زي ما انتم شايفين كده، اول ما ريحه التي تطلع هننزل عليها باللبن. اذا هنرش عليها اللبن دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. نحط كمان كوبايه لبن كمان، هنزود كمان حوالي مقدار كوبايه لبن كمان بالشكل ده. هنزل دلوقتي عليها معلقتين سكر وشويه فانيليا. هنزل دلوقتي معلقتين سكر بالشكل ده، وهنزل بداكو فانيليا بالشكل ده كده، وهنقلب بسم الله. اول ما دي على طول يلف هندفع عليه كده. عندنا بشاميل جاهز، ممكن تحط قشطه، ممكن تحط كريمه لباني، متوفر عندك كده. عندي بشاميل لف اهو، زي ما انتم شايفين كده تقل، نرفع عليه النار كده. عندي البشاميل جاهز كده. عندي بطاطا، عندي السلقه اهي ما شاء الله تبارك الله، شايفين خدت حوالي ربع ساعه على النار كده. شوف هنعمل ايه بعد كده. كده عندي بطاطا، عندي السلقه، هنحط عليها حبه لبن صغيرين كده بالشكل ده، وننزل عليها معلقه زبده عشان بس نطعمها مش اكتر. وهنحط ونضرب دلوقتي بالهاند بلندر كل المخليط ده مع بعض. عندي هنا بايركس او اي صينيه عندك، هنحط فيه معلقه بشاميل كده من في ارضيه البايركس كده بالشكل ده. وهنزل عليه دلوقتي البطاطا بسم الله. حط دلوقتي البطاطا اللي انا عملتها بوريه، ممكن تفرميها عندي باي شوكه عندك، انا عملتها بالهاند بلندر، المتاح عندك تعملي بيه بالشكل ده كده. بالشكل ده كده موزع كده في البايركس كويس. شايفين الجمال والريحة ما شاء الله تبارك الله، الريحة قلبة الدنيا، ريحة الزبدة وريحة الكريم شانتيه والفانيليا ما شاء الله تبارك الله. دلوقتي هنزل دلوقتي بالبشاميل. ممكن في الخطوة دي تحطي أي مكسرات عندك، بس أنا مش عندي مكسرات عادي. نحط دلوقتي بالبشاميل بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. نغلف كده كل الصينية بالشكل ده كده عشان كل الوش يتحمر. طريقة مفيش أسهل من كده، والنتيجة تجنن. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. نوزع دلوقتي البشاميل بالشكل ده كده. هنا حطيت على الوش قشطه، لو ما عندكيش مش مهمه خالص. هنخليها دلوقتي على الفرن درجه حراره 180 لغايه ما تتحمر. هي كده قعدت في الفرن حوالي 35 دقيقه لغايه ما احمرت كده بالشكل ده. شايفين الجمال وريحتها قلب الدنيا. يا رب اكون افدتكم يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا الفيديو لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.